قال لي انك كنتي اكبر عازب في الاسره. درتي لهم اضراب على الزواج. وهذا الشيء جاب سبب واحد القصه واحد الصدمه عاطفيه. بصح تماما والزوجة صدمتي. لا وتصدمت. صدمت وكانوا اخواتي كلهم تزوجوا، بقيت انا والام ديالي، وكنت كنجرحها بواحد الكلمه تنقوليها فواحد الوقت اللي كنا صغار شي شويه، كنقول 26 27 تنقول لها تتقول لي تزوج، كنقول لها يا تفنيني يا ندفنك. كلمه قاصحه، هذا الضحك الباسل. ما كنتش كنعرف انني كنجرحها ولا انني كنت خضر. خصني تقال هذا الشيء هذا. ولكن هشام، شنو اللي كيخلي انك ان الانسان يقول انا ما بقيتش باغي نتزوج او يكره شي حاجه سميتها الارتباط والزواج؟ شنو هي الصدمه اللي كتوصل الانسان لهذا القرار؟ وشوف تعرفتي الخيانه مثلا ولا الخيانه ماشي بالضروره، الخيانه ماشي بالضروره ان يخونك الطرف الاخر مع اكيد الحال. الخيانه هو في الوعد ديالك الاخر ولا الوعد الاخر ديالك كيخلف وعوده. الخيانه هي انك تبني احلام ومن بعد كتهدم بواحد المنطق اللي ما عندوش. هذا الخيانه هي انك يكون اتفاق على الاشياء ومن بعد ما كيلتزمش الطرف الاخر. ولكن تنقول دائما الله اللي كيعرف السرائر، ويلتمس لاخاك حتى 70 عوده. ربما كانت الظروف، ربما ما قلبش بزاف، غير الصدمه من بعد خلاتني انسحب واهرب. ما درتيش مجهود باش ربما في ذاك الوقت ما كيبقاش لك الجهد باش دير المجهود، لان ما كيتحشوا لك الركابي. صعيب، بحال كتطلبي مني انني ما بقاش عندي رجلين ولا الدماغ ولا الكتاف، كيفاش غادي يعني؟ اول انسان ضعيف. والصدفه ان الزوجه ديالي كنا اصدقاء، انا والزوجه، وكانت عايشه ومتعايشه. ربما تما عرفت الانسانيه ديالي وعرفت هشام الحقيقي وربما الرجوله ديالي، لان فم بلا عار، انا ماشي ما كنخرجش العار فمي نادرا الا في لحظات ربما قليله وقليله جدا. وهكذا دازت خطوه لذاك المرحله، وعجبتني العزوبه، وعجبتني عجبني البطبوط ديال الوالده والرغايف. حيت فاش بقيت في الدار كنت عايش واحد العيشه سبحان الله العظيم. عرفتي داك القهوه ديال الوالده والريحه ديالها، كل صباح كتصيب لي مسكينه عز عليا انا الخامر والرغايف كيعجبوني كون نفطر بهم. وعندي بيتي حدا الدار، كتدخل لي داك الشيء حتى لبيتي، وتما عرفت امي بزاف. حيت تما فاش مشى خوتي بقيت انا وياها والوالده. وتدخل كنبقى نهضروا في ماما والله الا متعه اقسم بالله. ما سخيتيش؟ ما سخيتيش.